في خضم الحياه والتفاصيل كنت تتخيلي انه ابنك هيبقى نجم سينمائي وتلفزيوني؟ خالص نهائي. احنا شجعنا آسر جدا على لما قال لنا انا عندي مسرحيه في الجامعه و يعني ما اعرفش هيعمل فيها ايه بصراحه، يعني ما عمريش شفت آسر بيمثل مثلا او كده. فروحنا حضرنا المسرحيه وكان دور صغير بس كان جميل جدا، عمله حلو قوي قوي وشجعناه لانه كان خجول. فلازم كمهندس آسر كان خجول؟ آه ولا زال على فكرة في لا أصل الممثلين صعب إنك تشوف الوجه الآخر لأنه جزء من شهرته مواجهة الناس يعني. لقيته يعني ابتدت شخصيته مش تتحسن، لا ابتدى في يعمل برزنتيشن كويسة لحاجات في المشروع بتاعهم مثلا، أثرت جدا جدا عليه حكاية شغله في المسرح، ما بقاش خايف من القعد قدامه. يعني هو بيحكي لي أول مرة عمل برزنتيشن في الفصل عنده ولا في الكلاس عنده حبيبي صورة التخرج بتاعته بيقول لي الترابيزة وقعت والورق بتاعي وقع كله مرتبك بعد المسرح، لا مفيش حكايه الارتباك دي. حضرتك مهندسه ووالده مهندس ميكانيكا مهندس برضو وعرفتوا بعض من وانتوا اطفال 3 سنين بس قصه الحب كانت فيما بعد يعني ملبده بالغيوم ملبده وفيها سوء تفاهم يعني فكان في سوء تفاهم هو فاكره المره اللي فاتت لما بتقولي لي في 3 سنين طب قولي لي بقى قصه الحب، قلت لك يا منى دي قصه طويله قوي قوي مكتوبه في الكتاب بشكل لطيف قوي ربنا يخليك شكل بسيط ولطيف وتحس انك شفتها كده يعني في جيرانك في قرايبك العنفوان والكبرياء وبعد كده مع اول تتجوزيني يعني بصي كانت واضحة جدا يعني شبه ناس كتير